بلشت مادة الروبوت بالصف السابع واختصيت بشيء اسمه الأردوينو، وحبيت هذا الأردوينو بيفتح لي الآفاق لتطوير المشاريع الإلكترونية، وحبيت أدخل بمعرض الروبوت 2022 بمشروع يفيد المجتمع، فاخترت عصا المكفوفين ذكية. هاي العصا بتساعد الأشخاص المكفوفين بحياتهم اليومية، وخاصة إذا كانوا بالشارع أو بأماكن عملهم. حطينا بهاي العصا حساس المسافة الألتراسونيك أمواج فوق الصوتية. هذا الحساس إذا شاف شيء قدامه حسس لشيء قدامه بيعطيني تنبيه عن طريق البزار، يعني هو زمور، إنه هو في شيء مشان ما يصطدم المكفوف فيه. وكمان استخدمنا مقاوم ضوئي LDR، هاد تحسس يعني لليل والنهار. إذا صار الدنيا ليل بتشتغل، نحن ربطناها مع ليد بيشتغل الليد بيعطيني غماز إنه هون في شخص مشان نشوفه الناس. واستخدمنا Arduino Nano بهدف الحجم الصغير، وكمان بطارية 12 فولت. هاي البطارية وقت منشغل العصا بتعطيني 3 نغمات إذا كان شحنة مليان، نغمتين إذا كان شحن متوسط، نغمة واحدة إذا ما كان فيها شحن. راح تساعدني بكتير شغلات بالطريق، انه اذا مشيت طوشت بحدي راح تعطيني انه تنبيهات في حدي قدامك. من قبل كان معي انه عصاي لما اطبش بحدي العالم تبلش انه يا عم وقف عندك ليش عم تطرش فينا، النسوان انه يبلشوا بحقي انه عم تحركش فينا، عم تحكي انه انت اصالة عم تلقنا. هاي العصاي راح انه راح تساعدني اكتر، رح هي يعني هلا هي رح تحكي عني، يعني هلا هي رح تعطي تنبيهات للعالم، صوت انه زمورة رح تعطي للعالم انه انا ماشي، انه هون العالم انه ما وقت قريب تعرف انه في حدي انه هون ماشي.